أهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة من دردشات في الغويط. دي مختلفة شوية عن حلقات في الغويط لأنها مش بتكون بالضرورة بنتكلم فيها يعني عن موضوع أو قضية محددة، لكن بالأحرى بنتكلم عن الضيف نفسه ورحلته الفكرية والحياتية وكيف توصل لهذه الأفكار وإيه بعض من قناعاته التي يتبناها يعني. والنهاردة معنا ضيف عزيز في تايم زون وزمن مختلف تماما في قارة أخرى في أستراليا، الأستاذ هاني سليم. أهلا بك هاني. أهلا أيمن، إيه أخبارك؟ كله تمام؟ تمام. أنت هاني، أنا التوقيت بتاع أستراليا ده توقيت بيستهبله الحقيقة. أولا أنا كنت علمي رياضة، فيعني بفهم في الحساب، والكرة الأرضية مش ممكن حد يكون مختلف عن أي حد تاني أكتر من 12 ساعة، لأن هي مسطرة واحدة يعني، فما ينفعش يبقى واحد أكتر من التاني ب 14 ساعة، أنت بعدي ب 14 ساعة. بالظبط. ده مستحيل من الناحية العملية. في حد بينصب يعني، في حد منا بينصب تاني. أعتقد هو بس فرق التوقيت اللي هو الصيفي والشتوي، واحد بيغير واحد ما بيغيرش وحركات من ديت، لأن المفروض أقصى حاجة 12 ساعة عشان تبقى في النص يعني، اليوم فيه 24، أي حاجة كده تبقى أنت دخلت عندي يعني، رحت الناحية بالظبط. كأنك إيه، بيني وبينك مسطرة 30 سم، تقول لي لا أنا على بعد 32 سم، يا عم ما ينفعش، هو البتاع كلها قد كده. بس ده موضوع الحلقة بتاع النهاردة. فرق التوقيت. طيب هاني، في حاجة غريبة يعني، أنت خريج ألسن زيي، وزي برضو بالصدفة حامد عبد الصمد، فأنت خريج ألسن ألماني ورحت أستراليا، حامد خريج ألسن إنجليزي وراح ألمانيا، وأنا خريج ألسن إيطالي ورحت أمريكا. واضح إن إحنا الثلاثة محتاجين علاج نفسي يعني. فإيه اللي خلاك تغير هويتك كده، مش هويتك يعني، هويتك معنى الطريق اللي انت كنت تسلكه، ومن انك تدرس الماني وتبقى، اعتقد انك اشتغلت شويه تور جايد في مصر، بعد كده غيرت وجهتك تماما ورحت على استراليا. فكلمنا عن يعني، سبت مصر من كام سنه، واول رحله ليك كانت على استراليا، وايه اللي خلاك، ايه الحاجات والاماكن والأحداث اللي أثرت فيك في بداية فترة الشباب اللي كانت من أسبوعين ثلاثة دي؟ الحقيقة يا أيمن، أنا ما استقررتش في أستراليا بس من حوالي 15 سنة، بس أنا بره مصر تقريبا داخل على 30 سنة يعني. أنا أول عشت الأول في أوروبا فترة طويلة يعني، في ما بين ألمانيا وأيرلندا وأماكن تانية في أوروبا، وعشت شوية في أمريكا، وعشت كمان شوية في نيوزيلندا، ومنهم فترة كنت بشتغل في شركة الدي اتش ال، فاشتغلت يعني، انتقلت إلى دبي يعني، واشتغلت دبي حوالي سنتين أو سنتين ثلاثة من عمري في وسط الكارير. فلفيت كتير جدا بلاد غير أستراليا، واستقريت بس في أستراليا لأن تعرفت على مراتي برا، مش جوه أستراليا، في بلد تانية وهي أسترالية الأصل، وكنا بقى بنحاول نستقر ونبني بيت كده. عرفت على مصر ولا في استراليا، بلد ثالثه يعني؟ اتقابلنا في نيوزيلندا. اوكي، قريب برضه يعني، مش قريبه. مش بعيده. انا كنت اشتغل هناك وهي بتشتغل هناك، واتقابلنا هناك، ويعني نيوزيلندا بلد صغيره شويه، فقررنا ان احنا يعني نستقر ونبني بيت. فانا كنت رحت استراليا زياره، وكانت بتعجبني جدا البلد دي، وقالت لي ايه رايك نرجع ونبني حياة هناك، ويعني توافقنا، وده اللي حصل يعني، the rest is history زي ما بيقولوا. يا سلام يا سلام. قلت لها طبعا انا كنت اروح فين، انا اصلا بعد ما الفيزا كانت تخلص مش عارف اروح فين. فانت رحت استراليا، بس انت كنت يعني شاب طبيعي يعني، مش طبيعي يعني، عادي مصري، خلصت الكلية، وبعد كده ابتديت تهتم شويه، مع انك خريج ألسن يعني اهتمامك كان ادبي ولغات وحاجات، لكن ابتديت تهتم بحاجات الفلسفات تحديدا،
ومقارنة أديان وحاجات زي كده، يعني حاجات متلعبكة. إيه اللي خلاك تتغير وجهة اهتمامك للدرجات دي يعني، ولقيت الوقت ده فين أساسا؟ وأنا مسافر طبعا، مستقررت في البلاد دي، أنا كنت ناوي أعمل دراسات يعني. وبعدين حكاية مصر يعني كانت مختلفة شوية، لأن أنا كنت أختلف إلي شوية عن بقية الشباب يعني. أول حاجة إن كان كنا بنسافر كتير جدا وإحنا صغيرين عشان عمل والدي يعني، وكنت دايما وكنت يعني أنا داخل المدرسة بدري، فكنت صغير في السن يعني. فأنا خلصت الجامعة وأنا عندي حوالي 19 سنة، واشتغلت في مصر في الإرشاد حوالي سنة 3 سنين بس في وسط وانا دارس. أول ما خلصت التخرج مشيت على طول من برا مصر، بس كنت يعني معظم أصحابي الجو بتاعي كان معظمنا جالية أجنبية يعني، كل أصحابي كانوا ألمان أو إنجليز أو أسترال، كنت داخل خلاص في كنت عايش جوا مصر بس برا مصر يعني. كل علاقاتي، كل العلاقات الحميمة، الأصدقاء كانوا مش مصريين، وكنت منفتح على الثقافة الغربية بشكل كبير جدا. فأنا كنت حاسس يعني، كنت عارف أن أنا زي ما بيقولوا سمكة خارج المياه، fish out of water، إن مش المنظومة الثقافية العربية والمصرية ما كانش مناسبة لتفكيري أو الثقافة بتاعتي. وكان عندي يعني مشكلة كبيرة أن أنا يا إما يا أخبي على الناس أشياء كثيرة أنا بحاول أعملها ومش شايف غضاضة في الكلام ده، لأن بس المجتمع كله بينظر لك بشكل غريب، أو أروح لبلاد بتستقبل الفكر بتاعي ده على أنه فكر عادي جدا وما فيهوش جانب غير أخلاقي مثلا. يعني انت بزور التمرد دوت يعني كان بدأت وانت في مصر اصلا، بس انت ما بس ده شعور طبيعي بيجي لاغلب الشباب يعني، بيبقوا عايزين ايه يشوفوا مكان اكثر انفتاحا وتقبلا لارائهم اللي هي بتكون مختلفه شويه عن بيئتهم وثقافتهم وتراثهم، فده مش 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 غريب قوي. بس انت يعني حظك كويس ان انت عرفت يعني موقفك مشابه من موقفي. أنا سبت مصر من 27 سنة، داخل على 28 في يناير الجاي، لا في شهر 7 الجاي. طيب، لكن برضو ده خلاك برضو تهتم بموضوع الحاجات الغريبة، حرية الإرادة ومشكلة الوعي والحاجات الصعبة ديت اللي محدش أصلا بيتفق عليها، ولا حتى يعني تعتبر من رفاهيات الثقافة في أوروبا وأمريكا يمكن، وعندك في أستراليا يعني، لأنها مش قضية ملحة على حد. ما فيش حد بيصحى الصبح يقول يا ترى أنا عندي حرية الإرادة. أنت بتصحى الصبح تفكر كده؟ لا لا، وبص، هو اول حاجه طبعا انا دارس الاشياء دي اكاديميا يعني، بعد ما خلصت الألسن طبعا في مصر ودرست اللغات، انا درست زي ماجستير في الفلسفه في ايرلندا. الكلام ده كان في ايرلندا، وخلصت في الفلسفه، وكانت من مباحث الفلسفه، انت عارف في الابستمولوجي في الميتافيزيكس، فلازم بتدرس اديان وبتدرس ميتافيزيقا، بتدرس ابيستمولوجي نظرية معرفة والكلام ده كله. فأنا كان اخترت الفلسفة لأني كنت دايما أقرأ فيها كهواية، فأنا قلت لازم أعدد الموضوع ده، وكان عندي مساحة من الوقت، كنت بشتغل في أيرلندا شغلة كانت تسمح لي أن أنا ممكن أذاكر بالليل وكده وأخش جامعة بالانتساب. فده الدراسة رقم 2 يعني. بعدين الدراسة رقم 3 اني درست في نيوزيلندا علم نفس برضو، تطبيقي واجتماعي، وده كان برضو بوست جراديوت. وفي استراليا يعني بس من حوالي 4 سنين حصلت على درجة الماجستير رقم 2 في الماركتينج وإدارة الأعمال. فدايما أنا غاوي أدرس الحاجات اللي أنا بحبها بصرف النظر إذا كنت هشتغل فيها أو مش هشتغل فيها يعني، دي حاجات بحبها شخصيا. أنت ممكن الناس تبص على إن الفلسفة رفاهية،
او شيء يعني. ومعظم الناس في البلاد طبعا العربيه والبلاد اللي هي عليها ضغط اقتصادي ما بيفكروش في الاشياء دي بشكل مباشر. بس الحقيقه الفلسفه هي داخله في كل حاجه سواء اردت ام لم ترد يعني. بس ممكن يبقى الريفليكشن او الانعكاس بتاعها في تصرفات بسيطه. مثلا كواحد فلاح بسيط في مصر يفقد ابنه اللي هو مثلا عنده 4-5 سنين وهو بيعوم في الترعة, فيسأل سؤال وجودي يعني, وهو مش عارف ان هو بيسأل سؤال زي ما سأل سارتر وزي ما سأل ديكارت أسئلة وجودية بتقول احنا ليه واحنا فين وليه وايه السبب. كل دي أسئلة فلسفية في وجودية, بس هو ما يعرفش الأسماء وما يعرفش المصطلحات العلمية الفلسفية لهذا الموضوع. بس بيمر بمشكلة الوجودية الفلسفية اللي يمر فيها الفلاسفة الكبار. فالفلسفة هي عبارة عن إيه؟ أنت مش محتاج توقع في الورطة عشان تبتدي تسأل الأسئلة دي. إيه رأينا نسأل الأسئلة دي ونناقشها سوا, لأن كل الناس بتمر بيها في حياتها. أول سؤال خطر في بالك, معنى الحياة, الغرض منها, الهدف من الحياة, الحاجات دي شغلت خيالك وأفكارك؟ لقيت لها طبعاً. بعد ما فكرت ولا توفر علي الماجستير أنا كمان وتقول لي وخلاص بقى؟ ما فيش اتفاق يعني. أنا ممكن أقول لك وجهة نظري, بس في وجهة نظر محترمة مضادة اللي أنا بقوله, وهي دي الفلسفة شغالة كده, مدارس مختلفة. وأنت بقى حسب ما بتقتنع بالأدلة الفلانية. يعني مثلا إحنا نتكلم عن حرية الاختيار, مثلا لما اتكلمنا في حرية الاختيار, حرية الاختيار ليها مدارس مختلفة, فيها الديترمينيزم اللي هي الجبرية, وفي مدارس التوافقية الكومبتينيزم اللي هي حرية الاختيار. عايزك تكمل في حكايات معنى الحياة. أنا كنت بشوف فاكر مسلسل The Simpsons مشهور حتى كان بيتزع في مصر. هومر في مشهد كده عبسي شوية, هومر ماشي مع ربنا وماسك ايده كده, بتشوفه ماسك ايد ربنا وماشي. ايوه. فبيقول له هومر عايز تعرف ايه؟ قال له عايزك تقول لي على معنى الحياة. قال له لا لازم تستنى لغاية ما تموت وانا وتعرف معنى الحياة. قال لا مش قادر استنى, مش هستنى كل ده. قال له مش هزر استنى 6 أشهر. ده كانت نهاية الحلقة على طول ما هنرجع. الفكرة برضو تعرضت برضو على الموضوع دوت مع حمد عبد الصمد. ده حاجة كده اللي هي ايه, طالما انت ما عندكش وازع ديني او عزاء ديني بالاحرى, حاجة تستند عليها ورجاء لعالم ما بعد الحياة الحالية, فأنت بتحط نفسك أمام معضلة فلسفية, معضلة ماذا ينتظرني, لماذا أنا هنا, وما الغرض من وجودي, وما أنا فاعل غدا. يعني أنت اتجوزت, خلفت, سافرت, اشتغلت, خدت ماجستير, مش عارف إيه, كلت كل البيتزا اللي نفسك فيها, طيب وبعدين بتقول لنفسك ايه يعني؟ انت بتصبر؟ بقول لنفسي ان مفيش غرض للحياه, يعني مفيش meaning of life, في meaning in life, يعني الغرض داخل الحياه مش للحياه. يعني انت ما جيتش, يعني مفيش فكره مسبقه قبل وجودك ان انت تيجي عشان هيحصل الاشياء الفلانيه. والا اذا لو قلت كده يبقى انت بتقر ان مفيش حريه اختيار. يعني مثلا حكايه الاديان بيقول لك ايه, كتب عنك في اللوح المحفوظ. يعني ابو لهب ده اللي هو ايه هيعمل الخطوات الفلانيه, وطبعا القران مكتوب قبل الازل. لو فعلا سوره تبت ابي لهب, يد ابي لهب وتب, كانت مكتوبه قبل ان يولد ابو لهب, اذن ما كانش عنده حريه اختيار, كان أكيد سوف يفعل ما يفعله لأنه مكتوب عنه الكلام ده. إذن إحنا بقى puppets, يعني إحنا مجرد عرائس دميات تحرك زي الماريونات بخيوط, وإحنا بنمثل الأدوار اللي إحنا مكتوب لنا السيناريو أنا وإنت,
وبنمشي عليه. اذا انت دخلت كده من الباب للطال لحته اللاهوت في الـ في 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 المعنى دوت السيولوجي في حته حريه الاراده. لكن في ناس بيقولها لا دي معرفه الله بحدث في المستقبل ليس بالضروره معناه ان هو حدد هذا الحدث ده. انت حددته لنفسك، لكن هو بمعرفته المسبقه وبانه كلية العلم، فبالتالي هو عارف، بس لانه هو شايف، هو خارج المنطقه خالص، خارج الزمن، شايف كل حاجه قدامه، الماضي والحاضر والمستقبل كلها صوره ثابته قدامه. فهو شايف ابو لهب وشايف ابو سليم كلهم في نفس الصوره، وعارف انت عملت ايه وكده. فديت لو حد يعني متدين شويه، سواء من اي دين الحقيقه يعني. طب انا هقول لك الدالمه، المشكله انها متداخله مع حريه كامل المعرفه، معها كامل الإرادة أو كامل القوة. عامل تعرف البي دي اف، الأكروبات البي دي اف، في عندك نوعين من السوفت وير. واحد بيقول لك إيه reading only، تقدر بس تقرأ الدوكيمنت، وانت لما تعمل upgrade للسوفت وير ده يبقى عندك reading and writing، يعني تقدر تقرأ البي دي اف وتقدر تعمل له editing. لو هذا الإله عنده بس كامل المعرفة، إذن هو عنده reading rights، يعني عنده حقوق القراءة وليس الكتابة. إذن يهم هو أو أنا أهم الحتة دي شوية لأن أنا تهت منك يعني. عنده طيب. الموضوع مكتوب في PDF، مش مشكلة مكتوب أي حاجة. PDF في الأكروبات عندك في السوفتوير عندك لي 2 versions أو نسختين. نسخة إن أنت تقرأ بس ولا تستطيع أن تغير ما هو مكتوب، ده اللي عندي. مش ما عنديش من ابو فلوس. ده المجاني. ابو فلوس تدفع شويه تعمل تقدر تخش على الدوكيمنت تعمل لها اديتنج وكده، وده بقى الايه الاقوى شويه. المشكله ان هذا الاله اللي هو كامل المعرفه، كمال المعرفه وكمال القوه، في عندهم ما بينهم دايلما، ما ينفعوش مع بعض. يعني مثلا هديك مثال، لو كان هذا الاله، لو انت بلاش الاله، لو انت تعرف انت هتعمل ايه بكرة الساعة 3 الظهر لان عندك معرفة مسبقة، هل تستطيع ان تغير ما سوف كنت سوف تفعله؟ لو قدرت اذا انت غير كامل المعرفة، ولو ما قدرتش انت اذا غير كامل القوة. ما ينفعش الاثنين incompatible، يا واحدة يا التانية، ما تجيش. يا اما انت عارف هتعمل ايه بكرة الساعة 3، يا إما لا أنت مش عارف، ممكن تغير في آخر لحظة، ولو غيرت يبقى أنت ما كنتش عارف أنت كنت هتعمل إيه. لأن من 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 خصايا أن أنت تقدر تغير حرية الإرادة أن أنت ممكن تغير رأيك لآخر لحظة بدون معرفة مسبقة أنت هتعمل إيه. بس لو دايما أنت عارف أنت هتعمل إيه، إذن أنت الغير كامل القدرة. أنت بتدخلها حرية الإرادة في حته تانية اللي هي ايه، فكره التغيير وتغيير الراي والحاجات ديت بتفترض برضو وجود عامل الزمن في المعادله. فانت طبعا او بتفترض يعني سيبك من عامل الزمن، انت بتفترض كمان ان الله متداخل، بمعنى ان هو انت هتصلي له هيشفيك، ان انت ابنك تعبان هيصلح له، هيساعده في الامتحان، حاجات زي كده يعني، هيساعدك في مستقبلك، يخليك تيجي لك الشغلانه اللي انت عايزها، الحاجات دي. بس لو افترضنا ان الخالق غير متداخل، بمعنى ان هو شاف الصوره كلها متكامله، صنعهم، بيحب هاني سليم وايمن عجمي وصنعهم كده، وشاف الصوره كلهم ومدينا حريه الاراده بحيث ان احنا نختار طريقنا بما نختاره. يعني انت عندك اله، انا سايبكم يا جماعه، خير شر، اللي انت بتاكله اللي انت بتشربه اللي بتعمله كلها دي حاجه ترجع لنوازعك وايمانك ومنظومتك الاخلاقيه، لكن انا موجود وانا اللي عملتك وانا العله الاولى. هل عندك اشكاليه في الفكره طبعا دي؟ عندي اشكاليه كبيره جدا، لان الحقيقه مش هي. عشان كده انا توافقي، انا كومباتيبلس في موضوع حريه الاراده. لو هذا الاله فعلا لا يتداخل زي إله سبينوزا أو إله أينشتاين، إن هو الكون نفسه اللي هو البانثيزم، إذن هو ليس بإله، هو يعتبر بس خالق. ما في فرق بين الخالق والإله. الخالق هو ما يخلق الشيء ويترك،
إنما طالما طلقت تطلق عليه إنه هو إله، إذن هو يستحق العبودية. وانت تعرف الأديان الإبراهيمية يطلب هذا الإله العبادة من الناس اللي بتؤمن به. إنما لو الإله الربوبي اللي هو الخالق، إذن هو ليس بإله، هو خلق مش بالضرورة ليس بإله، هو في ثلاث أنواع على الأقل يعني من مفاهيمنا عن الإله. الإله الشخصي اللي أنت personal God اللي تتكلم عنه، اللي هو بيمسك إيديك ويساعدك ويقويك ويستجيب لصلواتك ويحسبك ويدخلك الجنة والنار. وفي الإله اللي هو الخالق العلة الأولى، وفي الإله اللي هو مش شخص واحد خالص، ده ممكن يكون الكون الكائن الطاقة زي ما أنت تحب، شيء أعلى منك يعني، أو الكون بكل مكوناته وبما فيها أنت. ففي كذا منظور للإله، بلاش النظرة الضيقة اللي هي نظرة الديانات الإبراهيمية مثلا. بس هو المصطلح كلمة الإله، ما هو احنا ما بنقولش عليه لإله، بنقول عليه خالق. الألوهية تتبعها عدة أفكار ملزمة، يعني أنت تقول لهذا الشيء أنت إله، فهذا الإله يعني في تتبع بعض الخطوات الإجبارية، يعني ما ينفع يعني نطلق عليه بقى زي ما بيقول بعض الناس المهندس الأركيتكت الخالق، إنما الألوهية ليها خطوات لازم تتبع. فدايما عادة الإلهية هو هذا الخالق الكوني الذي يطلب التواصل، إنما عندما لا يطلب هذا السوبر انتيتي أي تواصل، هو يعتبر خالق وليس بإله. المشكلة في النقطة أنه فعلا هناك خالق وفي حرية إرادة كاملة، وهو يحبك لأنه خلقك لأنه يحبك وتركك. المشكلة أن في حرية الإرادة تتداخل فيها زي ما قال سام هاريس، تتداخل فيها عدة عوامل كبيرة جدا. مثلا يعني أنت أيمن لما بتيجي تاخد قرار، القرار ده عبارة عن إيه؟ الاي كيو بتاعك اللي انت ورثته وليس لك فيه يد، الثقافه بتاعتك المورثه التي البلد اللي انت اتولدت فيها ولم يكن لك فيها يد، لون بشرتك، جنسك، ميولك الجنسيه، التجارب الشخصيه اللي انت عدت عليك ولم يكن لك فيها يد. هتلاقي فجاه ان قراراتك اللي انت فاكر ان انت بتاخدها وبتاخدها بحريه كامله هي نتيجه الخلاط اللي حصل عشان يعمل شخصيتك، اللي هي كل الحاجات اللي حصلت لم يكن لك يد فيها أبدا. فعندما يختار مثلا هذا الإله أن يولد كابوانجا بيتمور في كينيا في قرية فقيرة جدا جدا جدا، وهذا الطفل الصغير لن يرى عامه السادس بسبب المجاعة، ويخلق جون سميث في كندا وولاده الأباء مرتاحين ومولود في فيلا ومش عارف ايه، وولد الاي كيو بتاعه عالي وهانسم ووسيم وله العلاقات الاجتماعية الكثيرة. هل الاثنين دول يتساووا في التاريخ الذي سوف يكتب لهم؟ طبعا already الأشياء اللي انت ملكش ايد فيها هتحدد بشكل كبير جدا من مسار الحياة، بالإضافة طبعا إلى مشكلة الشر اللي هي تؤكد بالنسبة لي إن لا يمكن أن يكون على الأقل هناك إله خير أو عادل. ما هو مشكلة الشر حلها الوحيد هو حرية الإرادة، لأن الشر مصدره الإنسان وأفعاله وأطماعه. الزلازل والبراكين أصلها الإنسان؟ لا، ومش أصلها الله برضو، ما هو هي الكون ليه قوانينه ليه 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 طرقه وماشي لوحده. مش طيب انا هسألك سؤال يعني، طب هذا الإله كامل القدرة ألم يستطع أن يخلق كونا له قوانين فيزيائية ليست فيها الشر؟ يعني هديك مثال بسيط جدا، أنا تحولت الأكل النباتية، لم يستطع هذا الإله أن يخلق إيكو سيستم لا يأكل فيه الضباع الأبقار اللي بيسموها الويلدر بيست وينهشوا لحمها وهي أحياء؟ ما هو أنت برضو بتفترض، ما هدي منظومة يمكن
انا مش عارف انهي منظومه تانية كان ممكن تنفع للحياه. ما انا عندي ليك خمس موديلات ممكن اقولهم لك في البيولوجي. لا لا لا, لا ما هتفتح من هنا هتفك من هنا زي البدله بتاعت سمير غانم. في ملايين ومليارات المجرات والكواكب والحاجات اللي لناش اللي حته الارض اللي قد كده, وهي يا دوبك اللي شغاله يعني, ومش مش مكفيه. فيعني فيها معادله كده وصدفه, او لو انت حبيت تسميها صدفه, يعني انها ملائمه للحياه بطريقه 100%, ومنها البراكين والاعاصير والحاجات ديت. وان الله اله منظم مش 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 ماسك خيوط ولا عرايس اللي اسمها ايه, مش مطمئن بتاع اللي هي بالخيوط ديت, ماريونات. فهو يعني ده منظم, خلق الكون, اسسه وسابه لقوانينه, قوانين الفيزياء اللي كلنا عارفينها. وهي ديت اللي هتدخلنا في النقطه اللي جايه اللي انت عايز تتكلم فيها, اللي هي ايه الحتميه. طالما ان في قاعده اللي حطها اينشتاين ولا حطها نيوتن, بمعنى الكتله والطاقه والحركه والحاجات دي كلها, وكل الكون ماشي عليها, بمعنى ان كل حاجه في مكانها ولو اتحركت اكيد, طالما عارفين القوه اللي دفعتها وهي رايحه فين واتجاهها ووزنها والحاجات ديت, يبقى حتما هتوصل للنقطه ديت. يعني من الف لب مفيش حل تاني طالما توفرت العناصر المطلوبه لهذه المعادله. وبالتالي ان كل ذرات الكون وكل ما حاجه في الكون هتروح في المكان المعد لها مسبقا حتميا بحسب هذه المعادله وحسب القانون. فديت هي دي الفكره, بقول لك طالما كده يبقى كله بقى متنظر له من الاول, والعمليه بقى عشان ماشي. انا معاك, بس مثلا يا ايمن انت سالتني سؤال مثلا اللي هو بتاع يعني مثلا احنا هديك ثلاث انواع يعني من كون يختلف. لو انا اله مثلا, احنا بنعرف احنا بناكل ليه؟ احنا بناكل عشان الطاقه, مجرد عمليه بيولوجيه لتمثيل الطاقه عشان نستطيع ان نقوم بالمهام الحياتيه. عندك انواع من النباتات تقوم باستخلاص هذه الطاقه من ضوء الشمس, تمثيل غذائي. ها, كان يستطيع ان يخلق هذا الاله بعض الحيوانات بدون اعصاب واحساس بالالم, فهو ينتج الحيوانات التي تنهش لحمها ويكون برضو عندها أعصاب تشعر بالألم ومخ يشعر بالعذاب عند الشعور بالعذاب. طيب, كنت أنا أستطيع أن أخلق كائنات لا تأكل لحوم بعضها البعض لكي تستمد الطاقة. واحد. الجزء الثاني, لو ما فيش غير الكلام ده, أخلق بعض المخلوقات التي ليست عندها شعور بالأحاسيس أو النيرفس سيستم. يعني مثلا أنا رغم أن أنا نباتي, إنما أنا أكل المسلز. تعرف المسلز؟ لأن ليس عندها ما عندهاش نيرفس سيستم, وما عندها يعني أنا لا, أنا نباتي من حيث الضرر, ما بحبش أقلم أي شيء, لكن أستطيع أن أكل شيء لما أعرف علميا أنه لا يشعر بالألم وليس عندها وعي. زي الفراخ بعد ما تذبحها يعني. لا لا ما لا, لا فأنا ما أقومش بالذبح أصلا يعني. القوقعة لا تشعر بالألم. ده تبسيط للعملية هذه برضو, لأن الألم مش بس وظيفته إن أنت لما يجي حد يأكلك هتحس بالألم. ده وظيفته إن أنت لما تشعر بحاجة كده تلحق نفسك وتحمي نفسك, إن لو الشمس ضربتك تسخن شوية تروح في الظل, إن لو شفت حد جرحك تحافظ على حياتك, حاجات زي كده يعني. في حاجات كتيره وظيفتها الالم. تخيل ان انت ما عندكش الم, تقعد على حته سخنه تفضل لغايه ما تبلع خالص. ايه ده, ما هو دي وظيفه في الحياه يعني. كله طبعا الالم مهم جدا, بس تقدر تفسره احسن بالطريقه العلميه وليس بالطريقه الربوبيه. يعني الالم هو معروف, هو حاجه بيولوجيه, لان لو لم نكن نشعر بالالم لكنا كلنا متنا. لان ممكن انت يعني تشعر بألم فظيع, مثلا عندك القلب سوف يتوقف ولا تشعر بشيء, فلا تذهب إلى الدكتور مثلا. فالألم هو شيء مهم جدا للبقاء على الحياة. إنما أنا بتكلم عن معضلة الشر نفسها, إن هل يمكن يكون فعلا إله, بتكلم عن الإله الواعي الشخصي الذي يتواصل وقرر أن يخلق الحياة بهذه الشخصية. في معضلة الشر هي مش الشر الإنساني وبس. طبعا انت بتقول الشر الانساني,
هعطيك مثال. في واحد معظم الناس اللي بيقوموا بأعمال إجرامية فظيعة جدا جدا لما بتحط عندهم المخ في السكان بيكون عندهم حاجة اسمها frontal lobe imbalance، ما عندهمش شعور بالإمباثي أو بالتعاطف مع الناس، مولود بهذا الشكل، عنده ضمور في هذه المنطقة في المخ. طيب هذا الشخص لو زي كده يعني فيلم فريد شوقي جعلوني مجرما، هو ليس له يد. يعني في شخص، في واحد مشهور جدا كان جاله تيومر في المخ أو ورم في المخ، ولما حصل له الورم في المخ ده أصبح عنده الشخص ده ولع بالأطفال البيدوفيليا فجأة وبدون أي مسبقات، ولم يكن عنده هذا الشيء خالص. تم عملية جراحية لي وشالوا البتاع الورم فاختفى هذا الولع بالأطفال. وانتهى الموضوع. بعدين بكم شهر رجع الورم مرة تانية ورجع الولع بالأطفال مرة تانية. طيب إذن حتى الناس اللي هي ممكن مجرمة ممكن يكونوا هم العوامل اللي هي ورثت ليهم أدت بيهم إلى هذا الشكل. إذن هم كمان ما عندهمش حرية إرادة. بس ديت يعني حالة مرضية بسيطة، مش كل الناس ماشية عندها ورم في الحتة اللي قدامانية في المخ وبتتسبب بيها عشان كده تروح بتشرب الطين من عند بتاع الفراخ ولا حاجة. في عوامل وضغوط تانية يعني. بس أنا متفق معك، في حاجات بتكون مرضية وفي حاجات بتكون وراثية وفي حاجات ما أنت ممكن تتولد أصلا مخك مش كامل النمو أساسا، إزاي تتحاسب على هذه القرارات؟ فاكر أيمن في الليمبي في السجن لما كانوا بيستضيفوا الليمبي فبيقول له أنت إيه اللي دخلك السجن ومش عارف إيه، فقال له واحد مصاحب مش عارف مين ومين، هطلع طيار. هو معنى الموقف بسيط إنما موقف فلسفي فعلا، يعني حقيقة هو البيئة بتاعته أنتجته. بالمناسبة الحلقة احنا بنتكلم هاني سليم عن أفكاره ونتحدى فيها شوية يعني ونسخنه ونخليه يلقي كل ما في جعبته، ولو حد عايز يطلع يسأله أي أسئلة يبعت لي وأنا بعت له لينك البرنامج يطلع معاه. أنا شايف الأستاذ شادي المصري متحمس للنقاش، والأستاذ بهاء عواد برضو من النشطاء في جروب صحبة في الغويط. الأستاذ شادي المصري بيقول لك يعني شخصية أبو لهب دي شخصية رمزية بترمز لكل واحد عنده هذه الخصائص، مش بالضرورة شخصية تاريخية. فمعنى كده أن لا بس اللي انت قلتها ممكن ما لا بس ده هو ده تصوره الشخصي. احنا نعرف أن أبو لهب موجود في التراث الإسلامي وليه قصص كثيرة وقام بأشكال معينة من تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، دي الحاجة المشهورة لما محمد جاي يعلن نبوته فوق ال يعني بغض النظر دي تفسيرات وكلها كلها كلها حاجات تخضع بها لها التفسيرات بقى لها الميثيسيست اللي هو ان المسيح لم يكن موجودا وان هو رمز وكل الناس هذه رموز ولم تكن ابدا موجودة. احنا قدامنا واقع وفي ادلة بتقول ان وجد شخص بهذا الاسم، فيجب ان نتعامل مع النص. لو نعطي لكل شيء رمزية هو ده أسهل طريقة لرفض الأمر الواقع، إن إحنا نقول إن كل الأشياء رمزية. حتى الإله هو الرمز، ممكن نقول هذا الإله هو رمز صوت الإنسان الداخلي أو الضمير. إذن كل شيء ضاع وبأصبح غلاميا ولا نستطيع أن نمسك بأي شيء يعني. ما دي مشكلتي مع الأستاذ شادي، أنا بحبه جدا لأنه هو بيطرح فعلا منظور إنساني جدا للأديان وبيحطه في حاجة رمزية خالص. هو من أتباع الأستاذ شحرور يعني، دي من متابعيته لي القرآني، ما بيبصش على حرفية النص ولكن لقلبه والمعنى المضمور فيه الكامل على الإنسانية كلها، وده شيء جميل. اللي يحب يطلع يسأل يا جماعة يبعت لي على الماسنجر وأنا أبعت له اللينك لو حبيت.
طيب هي الفكره برضو خش في حته حريه الاراده ديت، لان انا برضو فتره من حياتي قعدت ابص عليها واتابعها كده، وشفت كم حلقه لحبيبك سام هاريس في كتابه فري ويل، حريه الاراده، وان ازاي هو كان متعصب جدا، يعني حد جدا في قناعاته، لدرجه ان صاحبه وصاحبك انت برضو دان حتى ما رضاش يقرا الكتاب، يعني بعته له ما رضاش حتى يقراه عشان يغلق عليه. لا ده كلام فارغ. هو قال يعني هي يعني ايه، هي ممكن يكون وهم او على الاقل مش شيء خارجي، بمعنى ان هو شيء الهي او خارج مخك وخارج عقلك، يعني مش حاجه خارجيه، ولكن في النهايه انت ليك جزء من حريه الاراده، مش 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 ومعنى انك انت مخك دوت هو تاثير بيئتك وتاثير نشاتك وجيناتك وحركاتك وزكي كوخه زي ما كتب زي ما قال، مش معناها ان هو غير قادر على ان هو يكون مسبب ايضا، يعني هو ممكن يكون هو نتاج لكل هذه الاسباب، لكن هو ممكن يكون مسبب وقادر على الاختيار احيانا. فمش ممكن طبعا، اكيد كل واحد متاثر بكل اللي حواليه ونشاته والحاجات دي كلها، لكن لا يعني ان انت بتصحى الصبح بتقرر انك تقوم السرير وتعمل اهل وتروح الشغل وتعمل حاجات انت مش عايزها اصلا، يعني دي اكتر حاجه على حريه الاراده، انك بتعمل حاجه مش عايزها او يمكن على عدم وجود حريه الاراده انك بتعمل حاجه مش عايزها من الاساس. بس سام هاريس كان بيقول يعني لحتى لو انت قلت الكلام دوت جرب ما تقومش، قرر انك ما تقومش، هتلاقي الموضوع ده صعب جدا انك ما تعملش حاجه، صعب خالص انك انت هتمل وهتتعب وهتقول ده ما اعمل ايه دلوقتي، لازم اتحرك شويه. لكن هذا اللي عجبني كان فيه برضو مثل، مش مثل، قصه حقيقيه قالها دانت، ويمكن انت عارفها، لو عارفها خدها مني وكملها. يعني ان في واحد كان هيعمل عمليه في المخ، وأي سبب كان عنده صرع او حاجه، فعمل عمليه وهو ماشي الدكتوره بتهزر معاه، فقالت له خلي بالك انت، احنا حطينا لك تشيب في مخك كده، الشهر الجاي كله هتكون احنا اللي بنحركك، اي حاجه هتعملها احنا اللي عامل، احنا اللي حطيناها في مخك، اي قرار تاخده احنا اللي مقررينه، التيم بتاعنا يعني الفريق الطبي هو اللي مقرر. فالراجل صدقها ومشي. ففي اول يوم تاني يوم بتاع قعد يقول يا رارا مش عارف ايه بتاع، ابتدى يكسر الدنيا، يعني يعمل حاجات لدرجه انه عمل حاجات خارجه عن القانون، بقى في مشاكل مع القانون، وراح المحكمه. فالقاضي بيقول له ايه اللي انت عملته؟ قال له ده مش غلطتي، انا حطوا لي بتاع في مخي، انا مش مسؤول عن اي حاجه اللي بعملها. قال له الكلام ده بتقول ايه؟ قال له اساله الدكتور. القاضي جاب الدكتوره اللي عملت، قالت له فعلا قلت له كده، بس انا كنت بهزر معاه ان احنا عملنا كده. فالراجل خدها بجد، ومجرد احساسه ان هو فاقد القدره على الاختيار ابتدى يعق ويعمل اللي هو عايزه، عشان خلاص بقى ما انا ماليش قدره، مجرد وهم ان حد تاني مسيطر عليه خلاه يفقد قدرته في التحكم في ذاته. فهي الفكره في ايه؟ ان اكيد في حاجه، على الاقل لو انت ما عندكش حريه الاختيار، انت عندك حريه الامتناع عن فعل بعض الاشياء اللي هتوديك في، اللي هتحطك في مشاكل او تاذي حد غيرك. فايه رايك في النظريه دي؟ لان انت لو انت نتاج حد تاني وحاجه في المخ بتدوس لك هنا ومش عارف ايه، وحتى في الحته القدامانيه تخليك تحب تاكل موز مش برتقال، طب يبقى مفيش حد مسؤول عن اي حاجه. طيب ده وقت كويس ان احنا نعرف الناس بالمدارس المختلفه لحريه الاراده. الموضوع ده قديم جدا، ومن ايام الفلسفه اليونانيه القديمه، وكان في نوعين من الفلسفه، اللي هي الليبرتيريانيزم اللي هي بتاعت المدرسه اللي مع حريه الاراده الكامله، ودي عاده بتكون مدرسه دينيه، لان هم بيعتبروا ان في اله خلق الكون واعطاك حريه الاراده. وعندك الديترمينستيك اللي هي الجبريه، والمدرسه دي يتبعها الاثنين. في مدرسة الجبرية أصلها ديني، بيقول لك إن الله، وبالذات المدرسة الإسلامية تتبع هذا، إن الله كتب كل شيء قبل أن يحدث، ماشي؟
وبعض طبعا اللاهوتين القدامى يعني بيؤمنوا كانوا بالإله، ان ما عندهمش مشكله مع وجود اله وفي نفس الوقت مع حتميه الامور. بس مع الديترمينيزم برضو كان في عمليه اللي هي بيسموها البروتوتايب بتوع الاول ملحدين، يعني هو ما كانش فيه الالحاد بالشكل المفهوم دلوقتي حاليا، بس كانوا اللي هم السكيبتكس اللي هو الناس يقول لك ان الاله اللي انتم فاكرين ان هو موجود مش موجود بالشكل ده اول شويه مفكرين. فعملية الحتمية كانت عائق ما بينهم ما بين الحرية الإرادة، وإذا يضع علامة استفهام على وجود هذا الإله. حديثا تم بقى حاجة اسمها الكومباتيبلزم أو التوافقية اللي هي تبعها دانيال دينت، واللي أنا منها أنا توافقي. التوافقية هي إيه؟ إن أنت تعرف إن معظم القرارات اللي انت بتقوم بيها هي قرارات انت لا تعرفها مسبقا او نتائج اشياء انت ليست لك يد فيها، ولكن برغم كل هذا، لان في نقطة مهمة جدا جدا يا ايمن اللي هو المثال اللي انت قلت عليه، احنا في الاخر لازم سوف نسأل عن ما نفعله، لان حتى اللاوعي اللي عندك اللي هو يقوم ببعض القرارات، هذا اللاوعي هو برضو جزء منك. لان لو احنا فعلا قررنا ان احنا الموضوع ما فيهوش مساءله، اذا ما ينفعش بقى في عقاب ولا قانون، انتهى الامر. كله يعني كل واحد بيعمل شيء لا يمكن ان يسال عنه. فانت لما مثلا بتاخد هذا القاتل الذي عنده مثلا في المخ عنده مشكله وعمال يقتل وبقى سيريال كيلر، فانت لما بتاخده على الاقل تحبسه الى مدى الحياه، برغم ان انت ممكن مقتنع ان هو ما كانش فعلا عنده حريه الاراده، انت بتاخد هذا الايجنسي اللي هو على الاقل حتى لا يكرر فعلته. فانت مش بتسلبه بقى الاراده، حريه الاراده، انت بس بتمنعه من فعل هذا الفعل وضرر المجتمع وضرر الاشخاص بشكل متقدم. اذا المدرسه التوافقيه هي التي تؤمن ان او تعتقد ان معظم القرارات اللي احنا بناخدها هي اشياء لها اشياء مسبقه، مثل الجينات والوراثه والبيئه اللي هي والاشياء اللي هي كلنا الاي كيو بتاعك، البعد النفسي، وكل هذه الاشياء اللي انت مالكش فيها ايد. بس في نفس الوقت هذا هو انت. ويجب ان يتعامل المجتمع بيسموها السوشيال كونتراكت، لعملية التعامل مع الواقع، على أن هذول الناس مسؤولين عن الأفعال بصرف النظر عن أنا. فأنا من المدرسة التوافقية، لأن زي ما أنت قلت، أنا كيف الإنسان اللاديني اللي هو مثلي يشعر أو يقوم بعملية منظمة للنفس. فأنا مثلا يعني أنا بحاول أحسن من نفسي كل يوم، يعني إن أنا بعد رحلة 45 سنة ما أكل اللحوم وفجأة أخذ قرارات عشان تتناسب مع معتقداتي الشخصية. يعني أنا من قبل من 15 سنة بحاول موضوع النباتية ده وكنت أفشل فيه، بس لما وجداني خلاص تشبع بالاعتقاد، لو أنا ما منفس هذا الاعتقاد بكون هيبوكريت، بقى بكون انسان مش متوافق مع نفسي. اذا ما الذي يدفعني ان انا اكون خير طالما ان هناك يعني ليس هناك رقيب او مراقب، او انا ما عنديش حريه اراده؟ اذا يستطيع الانسان اللاديني ان يقوم بعمليه تهذيب النفس حتى لو كان غير مؤمن بحرية الإرادة، وأنا أقوم بهذا الفعل يعني بشكل منتظم، وتستطيع أن تقوم بالشيئين في نفس الوقت. أنا عندي مشكلة مع الناس اللي بيعتبروا أنهم نباتيين ده عمل أخلاقي. يعني أنا عندي إشكالية في الموضوع دوت. يعني أنت ممكن تقول إن أنا بعمله عشان حماية البيئة، أنا مش عايز أضر الحيوانات، لكن ما الحيوانات بتاكل بعضها أساسا. تاني حاجة، إن الحيوان أصلا دوت الفرخة ولا البقرة اللي أنت بتاكلها هي اصلا اتربت عشان انت تاكلها. يعني انت لو مش هتاكل فراخ المزرعه نفسها هتقفل، يعني الفرخه دي مش هتعيش اساسا، ده ما حدش هيعمل الفرخه دي عشان انت تاكلها، فهي عاشت عشان انت تاكلها في النهايه، فانت مش هتسيبها حره طريقه بعد كده وتعيش حياتها ومش عارف ايه كده وتروح تتجوز وتروح استراليا ولا اي حاجه، لا خالص مش هتعيش، مش هتتولد.
روحوا الكلام ده الناس اللي عايشين في الاسكيمو لما مش قادرين ياكلوا حاجه الا الحيوانات البريه او السمك اللي بيصطادوه. فدي دي دي طبيعه الحياه. لكن لو انت تقول ان دي حمايه للبيئه والريسورسز يعني بتاعت الارض واحنا بناكل اكتر مما نحتاجه، دي انا متفق معاها. لكن حكايه ما هي ايه نخليها مساله اخلاقيه، انا عندي فيها شويه اشكاليه شويه مش عارف ليه. ممكن طيب خلي اوضح النقطه دي. اول شيء المشكله الاخلاقيه من ناحيه الضرر والالم بالنسبه لي، احنا تطورنا بشكل كبير جدا وسوف يعني بص المخ في ثلاث اجزاء للمخ، في الجزء الخلفي للمخ بيسموه الانشنت برين او العقل القديم او الريبتيليان برين او عقل السحالي او الزواحف، وده بيكون العقل البدائي اللي هو بيهتم بممارسة الأشياء الانستينكتشوال أو الأشياء اللي هي اللا إرادية، السكس والأكل وكل الكلام ده. وبعدين جالك الميدل برين أو بيسموه الأيب برين اللي هو بيقوم بعملية الموديوليشن بتاع العواطف والحب والكره وهذه الأشياء. هذا أنا بايض عندي خالص. وبعدين اخر شيء اللي هو تطور في حوالي اخر مليون سنه بس بشكل مبكر وبالذات موجود بس عند الجريت ايبس اللي هو الفرونتال لوب، مش بس الجريت ايبس الهومو سابينز، بس احنا بس اللي عندنا الجزء الفص الامامي الفرونتال لوب اللي هو يشعر بالامبثي او بالتعاطف او ان انت تقدر تشوف انت بتعمل ايه وتغير وتقيم ما تفعله وكل هذه الاشياء. اللي بينضج عند البنات اسرع من الرجاله ولا نعم؟ ده اللي بينضج عند البنات اسرع من الرجاله الفرونتال لوب. حاجه سمعتها لا لا هو ميث، هو ميث مش مش حقيقي. لا مش حقيقي بس هو ده بتاع الشغل. فمع وجود هذا الفص الأمامي في المخ وتطور الإنسان أصبح على الإنسان واجب أن يقوم بحماية هو. إحنا بقى الإيه الكاستوديان، إحنا the guardian of the galaxy، فاهم؟ إحنا محافظين على هذا الكون وعندنا من الوعي ومن الذكاء الكافي إن إحنا نستطيع أن نقوم بعمليات أشياء ولا يعني نشعر بالألم أشياء أخرى اللي كانت. يعني أنت مثلا حكاية المزرعة، المزرعة طب تعال نعمل كده thought experiment. تخيل في ناس نزلوا من مجرة تانية aliens وأذكى مننا بكثير وعندهم البلانت بتاعهم سوف يدمر وما عندهمش غذاء، فقال لك أوه بص الإنسان ماله ملزلس كده وتعالى بقى إيه ناخدهم زي كده فيلم الماتريكس ونحطهم في باتريز والثمانية مليار الموجودون دول بنعملهم 30 عشان نقعد ناكل بقى. ها فيظهر مثلا هاني سليم أو أيمن عجمي اللي هم ولدوا في هذه البطاريات، فيقوم شخص من هذا الالين سبيسيز اسمه عبد المجيد يقول لك إيه يا أخي ما هو أيمن عجمي عمره ما كان حيتولد إلا إذا كنا إحنا ربنا في البطارية عشان يتاكل، فاهم؟ فأنت لما تقلب الآية وتشوف وحصلت في Planet of the Apes بتاع تشارلتون هيستون القديم، يعني أنت تفترض إن الحيوانات عندهم مستوى برضو من الوعي. طبعا 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 ال- 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 الخنزير اللي هو طبعا بيكرهوه في اليهودية وفي الإسلام حاجة تانية كنا لنا مشاعر الذكاء أعلى من الكلب وذكاء تقريبا طفل عمره 4 أو 5 سنين. وبتشوف البيت في بعض الخنازير بيبقوا كما بيت بتلاقي بيهز the wagging the tail وبيهز ديلهم وبيفرحوا وبيلعبوا وفي دلوقتي أشياء كثيرة بديلة. يعني في سنغافورة خلاص بيتباع اللاب جرون ميت، قطعة ستيك معمولة في المعمل وبالأنسجة وبالتيشوز وما تعرفش الفرق. طب أسألك سؤالي أيمن، لو أنت عندك داخل مطعم وأنت عارف أنت هتاكل أحسن قطعة ستيك ومعاك بس لم يضر فيها أو يذبح فيها حيوان يشعر بالألم في لحظات الأخيرة، هتشعر بإيه؟
لا ما انا برضو مش انسان يعني همجي للدرجه دي. انا يعني. لا انا فاهم. انا مثلا ممتنع هنا في امريكا عن اكل اللحم البتيلو اللي هو بيسموه الفيل. مش الفيل. الفيل اللي هو الصغير يعني اليرلينج بيسموه اللي عنده بيبقى كذا شهر. لان طريقه قتلها بتبقى غير ادميه خالص. بيعلقوها من رجلها الورانيه فوق والدم يتدفق للمخ لغايه ما يحصل انفجار في المخ. مش محتاجين حتى يذبحوها ولا يدوها الكترال شوك ولا اي حاجه. فدي طريقه قتلهم. فانا ما باكلوش خالص عشان مش عايز اشجع هذه الممارسه الغير ادميه في نظري. لكن بالنسبه للفراخ دي على قفا من شيء يعني والحاجات ديت. بس بغض النظر ان نرجع لفكره ال كنا بنتكلم فيها برضه. رجعنا لفكره الاراده حريه الاراده وممكن بقى نخش منها على الوعي. ما هي في حاله من الارتباط كده. وقبل ما نسيب يعني المدخل بتاعي في حتى برضه مش مقنعه عليا عشان انت دارس وبتاع او دي حاجه شجعتني اكتر ان انا ادوس عليك. فكره ايه ولا ايه؟ احنا عملنا دراسات وقالها لك برضه حبيبك سام هاريس. عملنا دراسات ان انت هنقول لك دوس على الزرار الاحمر. احنا حاطين حاجات في مخك فانت قبل ما تقرر انك هتختار انهي احمر ولا ازرق احنا بنكون عارفين قبليك مش عارف بنص ثانيه ولا حاجه. بالنسبه لي دي ما اثبتتش حاجه. طب ما برضه مخي هو اللي بتاع بس لسه ما بعتليش اشاره ولا حته تحت مخي برضه بس حته مني برضه يعني. دي فرق التوقيت وعلى اللي انت عرفتها قبلي. مش معناها ان انا ما كنتش مش انا اللي قررتها انت مجرد عرفتها قبلي. فديت بتفترض ان انت علشان تبقى حر الاراده لازم يكون عندك ادراك لذاتك ووعيك بنفسك وانك لو شلت هذا الوعي مش مهم انت بتعمل ايه ده كانك بتحلم ولا بتمشي وانت نايم. فطالما مش مدرك احساس بانك انت هاني سليم لابس كاسكتة يبقى ايه ارادتي ما لهاش اي معنى انها تكون موجودة. هل ده شيء اساسي انك انت يكون عندك وعي عشان تحطها في الارادة؟ وهل ده وحريتها اختيار وده بمعناه ان انت ممكن تشيلها من الحيوانات لو قدر الوعي اللي عندهم اقل من الانسان؟ بص انا عندي نظريه خاصه في الموضوع ده. سيجموند فرويد قضى حياته كله بيتكلم عن اللاوعي ان اللاوعي او السبكونشس هو المحرك الاساسي للانسان. ده في مسلسل جميل جدا باللغه الالمانيه موجود على النتفليكس اسمه فرويد. اتمنى الناس تتفرج عليه ويبقى بالسبتايتل عليه بالانجليزي. وفي معالجه جميله لشخصيه فرويد وإن بيقول إن معظم الأشياء اللي الإنسان بيفعلها هي نتيجة السبكونشنس اللي هو جزء منك بس هو الجزء اللاواعي ما بينك. ما هو الجزء اللاواعي؟ هو عبارة عن الخبرات الحياتية واللاواعية اللي بتحط عندك في الجزء اللاواعي في المخ وبيكون جزء كبير جداً ويؤثر على كل تصرفاتك. يعني في واحد يقول لك أنا مش عارف إيه اللي خلاني أعمل كده وفاهم وهو عارف ان هو بيعمل كده وهو بيعمل بيقول لك انا مش عارف الرد الفعل بتاعي غريب. يعني هو حتى لما بياخد لحظه كده مع نفسه يقول لك انا مش فاهم ايه اللي خلاني اعمل كده. هو اللي خلاني اعمل كده ان هو كده بس مر بتجربه معينه. التجربه دي مثلا كانت قاسيه عليه. ابوه مثلا كان يا سيدي بيضربه. واحد ابوه كان بيضربه. يكبر الولد ده او البنت دي فعشان يعرف يتعامل مع المشكله فيضع هذه الخبرات والذاكرة في اللاوعي عشان يعرف يعيش حياته. يكبر هذا الولد وينفصل عن هذه الذكريات ويتجوز ويخلف فيفاجأ أنه هو أول ما ابنه يعمل حاجة يروح ضربه ويكمل السايكل اللي هو بتاع الضرب والعنف وما يعرفش وممكن يقدم نفسه يقول لك ان اللي خليني يعمل حاجه زي كده المفروض لانه لو ما عليكش الامر. اذا اللاج اللي هو بيحصل اللي انت بتعمل شيء وقبل ما يحصل بثلاث او اربع ثواني انت كنت لا وعي اوريدي خد قرار. انا اعتقد ان الانسان بقى زي ما حامد عبد الصمد في الموضوع ده المديتيشن وان انت تقرب من نفسك. كل ما انت بتقرب من نفسك بشكل اكبر كل ما اللاج ده يقل
انت عاوز اللاج ده يكون صغير جدا بحيث بيزيكلي انت عايز انت تتكلم مع اللاوعي بتاعك وتواجه كل مشاكلك بشجاعة. وانا هعمل حلقة عن نيتشه لان نيتشه تكلم في هذا الموضوع, انت تواجه المشاكل بتاعتك بشجاعة. يعني والدك كان بيضربك ما تستناش لغاية ما الموضوع ينتهي ويأثر عليك يعني تهاجم هذا الموضوع وتنهي وبيزي ما بيقولوا تكسر السايكل عشان ما لا يمكن تضرب ابنك, لان لو ضربت ابنك فانت احسن مش احسن من اللي فعله والدك معه. اذا على الانسان ان يتعامل مع اللاوعي زي ما قال سيجمند فرويد, مش على اساس ان هو انسان دخيل يسكن في داخلك, هو انت هو نفسك, هو الجانب المظلم زي ما قال بينك فلويد the dark side of the moon, الجانب المظلم من القمر بتاعك. فأنت عندما تواجهه وتسلط عليه الضوء يصبح هذا السبكونشنس أو اللاوعي يدخل إلى الوعي. فأنت عليك دائما أن تواجه اللاوعي بتاعك وتأخذ المشاكل اللي أنت مش قادر تحلها فبتتركها تحت السجادة, لا افتح النور عليها وخليك شجاع وسلط النور عليها وواجهها ويقهرها وخلي هذا السبكونشنس يضمحل. عشان كده المديتيشن هو عبارة عن ان الوعي بتاعك يكون هو اكبر مساحة من شخصيتك, ان انت واعي لكل شيء تفعله. فانا ما اعتقدش انها ضد حرية الارادة, لان حتى اللاوعي هو جزء منك. بس خلينا في الوعي نفسه, سيبك من اللاوعي, احنا ناقصين الموضوع متعقرب لوحده. يعني فكرة الوعي نفسه الناس مش عارفين هو ايه, هل هو دوت جزء برضو خارجي عنك, هل هو الروح, هل هو نشاط داخل العقل, هل هو نتاج عمل كل الخلايا العقلية مع بعض. معنا الأستاذ بهاء حب يعمل مداخلة أو سؤال ليك, فهنديله فرصة تكون انت ايه وعي. مساء الخير استاذ ايمن. انا وسهلا استاذ بهاء, يا ريت توقف. انا مستمتع جدا جدا بالحوار وسعداء ان انت عرفتنا بالاستاذ هاني, عقليه يعني ممتعه جدا الاستماع ليها بصراحه. نورتنا. سمعنا ميه عشان انا سمع صوت صوتك العقليه مع بعض. معنا الاستاذ بهاء اقفل اليوتيوب او حاجه تانية اللي انت مشغلها على جنب. مساء الخير استاذ ايمن. انا وسهلا استاذ بهاء. اقفل اليوتيوب او الفيسبوك اللي بتسمعنا منه وخليك بس داخل القناه معنا. انت سامعني كويس كده؟ كده كويس, اتفضل. اوكي, شكرا ليك. الحقيقه انا التعليق هي مساله الرمزيه. استاذ هاني استخدم لفظ الهلاميه, حقيقة أنا شايف إن هو لفظ معبر جدا. لو إحنا تعاملنا مع مسائل معينة في التراث إن هي مسائل رمزية, بينما هي انعكاساتها في الواقع مش انعكاسات رمزية ولا حاجة. يعني لو قلنا مثلا إن الحور العين مثلا, إن مسألة رمزية, بينما هي في الواقع انعكاس, ده في الواقع ما هوش انعكاس رمزي. هناك مجتمع ينظر بالفعل للمرأة على إنها ممكن تكون جائزة في الجنة, ده مترتب عليه مسائل في الواقع, في مترتب عليه تحرش ان هي مؤمنة, ان هناك من ينظر اليها انها فاكهة ليست انسان مستقل. فمسألة الرمزية مسألة ان الاله, ان هناك امر صدر لاب ان يذبح ابنه, لو قلنا ان دي مسألة رمزية يعني ملهاش علاقة بالواقع, بينما انعكاس ده على الواقع ان هناك بالفعل من يقوم باعمال بغض النظر عن كونها جرائم, لكنه بيرى ان هي ممكن تكون معبره عن اراده اله. فهنا التاثير تاثير حقيقي, ما هوش تاثير رمزي. وده بيخلينا يعني ايه اطرح بقى السؤال على الاستاذ هاني. طبقا لكلامك, ايه مفهوم الحريه في العلاقه بفكره الذات الالهيه؟ يعني اوضح السؤال اكتر. لما تشوف بنت محجبه في ثوره يناير مسؤوله عن قياده جماهير في ثورة جماهيرية ضد طغيان أو ضد ظلم أو ضد أي شيء يعني إيه مادي,
ازاي ممكن تفهم ان هي تكون جواها طاقة ثائرة بالفعل وهي ما عندهاش اصلا قدرة على الثورة، على فكرة ان شعرها شيء محرم انه يبان. وشكرا لكم وسعيد جدا بالفرصة دي. طب خليك معنا وخلي الاستاذ هاني يرد على كده، بس قبل ما تمشي يا استاذ بهاء، يعني يعني ايه انت بتعلق مثلا او بتدين فكره ان انت ما قدرتيش تسوري حتى على حجابك مثلا ومع ذلك طلع في ثوره؟ بالظبط، يعني انا بتصصب ايه علاقه الحريه، يعني ايه تاثيرات فكره الذات الالهيه. انا فهمت من كلام الاستاذ هاني ان مش موضوعي فكره ان تصور ان هناك ذات الهيه مستقله، يعني خلقت الكون وهي مستقله تماما في التاثيرات عنه. الحجاب على اعتبار ان هو قرار شخصي ليها، ده اصلا في عوامل، هو قرار شخصي لكن بيتضمن جواه برضه نظره للعالم غير قادره على الثوره، غير قادره على 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 محاكمه الاوامر. وانا شايف الثوره هي فعل دائم، ان الانسان الثائر وثائر على كل شيء، ثائر حتى على ما يمليه المجتمع ايا كانت خيارات المجتمع دي مبنيه على ايه. بس في اختيارات وكل حاجه لها درجات من القوه. انت ممكن تصور عشان انت بتنزل في الشارع بتصور ضد النظام ولا ضد شارع بحاله، دي حاجه عاديه نص ساعه وتروح، لكن ما تقدرش تصور على اهل مراتك واولادك وعمك وابوك واخوك وبتاع، دول مش هيروحوا في حته، دول قاعدين لك وماسكين لك الخرزانه في البيت وهيبهدلوك. انا ده يعني. سؤال الاستاذ هاني في النقطه، يعني سؤال الحريه، علاقه الحريه بفكره الذات الالهيه اذا كانت موجوده، وبدل ويعني مدى اتصال النقطتين. شكرا. طيب متشكر جدا يا جماعه، متشكر جدا ليك يا استاذ بهاء. طب بص، كالسؤال الاولاني يظهر فيه مشكلة كبيرة جدا في الطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإنسانية تحتوي، تستطيع أن تحتوي العديد من التناقضات المنطقية والمبدئية. يعني عندك إسحاق نيوتن، آيزاك نيوتن ده كان عمل في سنتين لما اعتكف ما لم يكن يستطيع أن يقوم به عشرات من العلماء، فاخترع الكالكولس وعمل واكتشف الجرافيتي وعمل قوانين معينة للفيزياء والميكانيكا، وفي نفس الوقت كان يعتقد أن يستطيع أن يحول بعض المعادن الأولية إلى الذهب اللي هي الألكمي، وكان يعتقد أنه لو عرف قياس زوايا المعبد اليهودي اللي هو كانت هدم ساعتها سوف يعرف أسرار معينة في الفيزياء والكونيات. الإنسان يستطيع أن يحمل تناقضات، وده هو الطبيعة الإنسانية، أن أنت تستطيع أن تحمل العديد من التناقضات الداخلية. يعني هذه الشخصية السيدة وأنا شفتها لما كنت أنا في ميدان التحرير، شفت العديد من هذه النماذج، إن واحدة بتحاول تثور على الديكتاتورية وعلى قيد الحريات، وهي تلبس ما يرمز إلى أنها ما نعرفش السبب. أسباب لبس الحجاب في مصر له أسباب عديدة، منها أن في بعض البنات تلبس الحجاب خوفا على نفسها من التحرش مثلا، يعني وده صم، يعني هي تلبسه رغما عنها، بس بتعمل حاجه اسمها ريسك اناليسيس، بتقول انا هل اختار حريتي ولا اختار امني. واحنا عندنا حاجه اسمها مازلوز اي بيراميد اوف نيد، الحريه هي اخر شيء من اواخر الاشياء، انما اهم شيء ان انت تامن الحياه وبعدين تامن الامن بتاعك، وهي دي قواعد الهرم، انما الحريات تيجي في الاخر مع بقى التحقيق الذات وهذه الاشياء، انما الاشياء الاوليه فهي انا اعتبر ان هو قرار كويس. طبعا هو مش كويس بالشكل العام، انما قرار منطقي. هل انا البس غطاء راس لكي احتفظ بحياتي او بجسدي ولا هكذا؟ فاعتقد ان هو يعني هو الحل المناسب لهذه للاسف المعضله اللي محتاج مجتمع كله يتكلم، سواء ما نص الحرية مع وجود هذا الذات الإلهية. أنا لا أعتقد في وجود إله، فأنا قلت أنا توافقي، أنا أرى أن معظم قراراتنا هي نتاج لأشياء. يعني أنا أتكلم في أشياء، لو أنا ما عنديش الآي كيو اللي أنا بتاعي اللي هو موجود ده، والآي كيو بتاعي مثلا أقل بـ20 درجة،
انا لا اعتقد ان كنت هفهم نص الكلام اللي انا بقوله ده. طيب هل انا استطيع ان افتخر بهذا الاي كيو اللي هو عندي؟ حتى هذا لا استطيع ان افتخر به لان انا ورثه، يعني ليس لي يد في الموضوع ابدا. انا يعني بس انا اشاهد نفسي، انا احنا بنتفرج على فيلم احنا ابطاله. سؤال من الأستاذ خالد علام بيقول لك: لما الأستاذ سليم متعاطف مع لماذا الأستاذ سليم متعاطف مع الاحتلال الصهيوني للشعب الفلسطيني وهو مدعي الإنسانية، كيف هذا؟ أنا كنتش عارف أنه متعاطف مع الاحتلال الصهيوني. هو دخل على قناتي وقال نفس الكلام. هنا بقى نرجع لي الإبستيمولوجي أو نظرية المعرفة. كيف تسنى لهذا الشخص الظريف اللطيف أن يقوم بهذه العبارة وأنا لم أبداً أكتب بوستاً واحداً عن؟ عملت أي حلقة على الموضوع أصلاً؟ أبداً أبداً. فهو عملية إسقاط، يعني هو أعتقد أنه كان متضايق من حلقة معينة تكلمت عنها، فهو جاي هو بس لو حط لي البوست أو أنا لم أتقل. أنا عادةً ما بحبش أتكلم في السياسة. ده غير ان انت برضو كمذيع اكتر منه، يعني ما بتطلعش من الناس، مش بتستضيفك زي هنا كتير يعني. بالظبط. ما كلمتش ابدا في الموضوع ده ابدا. لو عايز يعرف رايي ممكن اقوله. هو كان مفروض انا لسه عامل حلقه امبارح عن انا برضو توافقي في هذا الموضوع. انا ما عنديش ابيض واسود في الحاجات دي. يعني ايه؟ أنا أرى أن مثلا عملية دخول إسرائيل بشكل منظم من بلفور، من وعد بلفور في إنجلترا وكل هذه الأشياء، طبعا أشياء خارقة للقوانين والأعراف، وحصل يعني شيء مش محبب للشعب الفلسطيني. إنما أنا برضو لازم أعيش في الأمر الواقع. كيف نتعامل مع الأمر الواقع دلوقتي؟ كيف دلوقتي عندك في ناس اطفال ولدت في اسرائيل ما يعرفوش، ما لهمش علاقه بالمواضيع دي خالص. طفل اتولد في مكان لا ما يعرفش مين الزيونيزم ولا مين تيودور هيرتسك ولا مين مناحم بيجن، ده واحد طفل اتولد. وعندك الطفل الفلسطيني في نفس الوقت يولد في هذا المكان. كيف نستطيع ان نؤمن مستقبل لأقرب الناس لبعض هم الفلسطينيين واليهود والعرب، يعني من أولاد عم يعني. فكيف نقرب الموضوع؟ كيف نستطيع أن يكون هناك مستقبلا ما بين هذه؟ أنا ده مشكلتي يعني. والسادات، أنا ساداتي في هذا الموضوع، هو كان نظرته بعيدة وما كانش حد فاهم هو عايز يعمل إيه. وكان لو كان مقام ما حاولوا السادات كان منفذ دلوقتي، كنا بنشوف دلوقتي بلدين مجاورتين جنب بعض، وتستطيع فلسطين بأنها تدخل المعمعة العلمية وجاهبة، وفيها ناس شاطرين جدا الفلسطينيين وعلماء ودكاترة، ويشوف وروا بقى العالم ما يصف يستطيع. تسخن في الموضوع ده جامد. خلينا نخش بعد، خلينا ننظر للموضوع منظور منطقي يعني فلسفي. السؤال برضو من الأستاذ خالد علام بيقول لك: غير صحيح، أنت أدنت أردوغان في إصرفي، مش عارف دي فين دي إصرفي، ولم تدن ضم القدس، في مغالطة منطقية في السؤال؟ غير صحيح، أنت أدنت أردوغان في إيه؟ ماشي، يبدو أنه كتب غلط. يعني أنك إيه؟ نظام الفكره في انك انت طالما ادنت اردوغان في حته لازم تتكلم ثانيه، او اتكلمت في موضوع فلازم تتكلم في موضوع ثانيه. ده بيعمل مساواه اخلاقيه بين كل المواضيع، فانت لازم يا تخرس يا ما تتكلم في كل المواضيع اللي في الحياه. وده الاثنين مستحيلين. انت بتتكلم في موضوع اردوغان لان ده حاجه ممكن تاثر على مصر جنبك، ولا تاثر على سياسته الخارجيه، تاثر على طبعا مغالطه منطقيه. ممكن تبص على موضوع القدس، اوكي كل الناس بتتفرج وده بعدين هم محتلينه من 50 سنة، او ما جاتلكش فرصة، او يمكن انت ما عبرتش عن رأيك، او مبسوط بيها بغض النظر. يعني الفكرة في اللي هي المساواة الاخلاقية، طالما ما اتكلمتش عن حاجة فانت بالتالي بتحبزها. هو على فكرة انا اعتقد ان هو هذا الشخص يعني مش عارف هو بيقول ايه. بيقول انا تكلمت عن ادنت
أردوغان في ضم آيا صوفيا. آيا صوفيا. لا أو أعتقد إنه يختلط عليه الأمر. أنا عمري ما تكلمت في هذا الموضوع. الحقيقة مع عمري ما عملتش حلقة ولا تكلمت أبدا في هذا الموضوع. أعتقد إن الأستاذ خالد. حلقة عنها من. ما هو بيكلم مين؟ هو يمكن بيكلمك أنت يا أيمن. لا 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 أنت عم أنا كويس. بس أنا ما قلت أنا يا عم ما قلتش الكلام ده خالص يا جدعان. زي ما بدنش وازاي نساوي بين ده وبين ده اساسا يعني بيسموه فولس اكويفالنس يعني واحد خد كنيسه عملها جامع لكن ما اسرائيل خدوا القدس قدم لها ومال اردوغان ما انت ممكن تكره الاثنين بالظبط تكفى على الاثنين او ممكن تكره الاثنين وبس تكلم عن واحده بس لان دي لغايتك ودي الحاجه اللي باثرها عليك حاليا او مشكلة الفلسطينيين والإسرائيليين أي حد عاقل وعنده فوق متوسط من الذكاء يعرف أن الموضوع موضوع أصبح موضوع إنساني معقد جدا 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 ما ينفعش نقعد كده على الترابيزة ويقول لو عملت الحاجة الفلانية الموضوع هيتحل الموضوع معقد جدا جدا وطبعا داخل فيه شحنات عاطفية وشحنات دينية أنت متنساش المخزون الإسلامي اليهودي يا نهار أبيض ده هو ده مسبب مشكلة كبيرة جدا ده انت عندك التراث الإسلامي يقول لك القيامة مش هتقوم إلا لما أي يهودي ورا شجرة أو ورا قطعة من شوية طوب الطوب والشجر هينطق عليه يقول لك تعالى يا مسلم في واحد ورا يهودي تعالى اقتله فهذا في التراث هنعمل ايه يعني تشيل الكلام ده يا جماعة من دماغكم وتعاملوا مع الموضوع كحنكة سياسية ازاي نكسب أرض وإزاي نستقل بنفسنا كمجتمع ونعيش بقى للمستقبل لأن مئات السنين هتروح والناس هتشرد ولم وانتهى الأمر على كده يعني فهنعمل إيه لازم 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 نحل عملي على الأرض بس يعني للتاريخ أحسن يكون يقصدنا أنا فعلا أنا أدنت ضمن حلقاتي بكده حاجة جانبية في ضمن إدانة لترامب إن هو إدى لإسرائيل القدس بدون أي ثمن سياسي فكل الرؤساء الأمريكيين كانوا بيحطوا موضوع ملف القدس دوت كمكافأة لإسرائيل في حالة تسوية شاملة مع الفلسطينيين فكان بيخلي الكارت دوت يضغط ككارت ضغط وده كانت إدانة ليه إن دوت كان المفروض يستنى ويبقى فيه ثمن فعلا التوقف عن بناء المستوطنات التنازع عن بعض الأراضي مش عارف إيه عمل سلام شامل مع الدول العربية ومع الفلسطينيين وده حاجة أنا أدنتها أحسن يكون قصدنا أنا برضه ما حدش يضمن الدنيا لبش طيب هاني سليم أنت في قناتك بتستضيف ناس بس يعني إيه لمم الشمع على المغربي يعني بتجيب ناس بيكلموا عربي وبتجيب ناس امريكان يعني انا زهلت الحقيقة جبت كلاوس وجبت دان باركر ناس من مش بس مشاهير اليوتيوب دول مشاهير العالم في غيرتهم يعني واحد في فكرة الوعي والفلسفة والتاني في كوزمولوجي والكونيات والحاجات ديت فانت غرضك ايه انت يعني عايز تصحى الصبح وتلاقي العالم العربي او جمهورك بيفكر ازاي ولا يعني انت عايز ايه بكره يحصل بكره الصبح ولا بعد 10 سنين بص في ناس فهمتني غلط ان انا عايز الناس تترك الاديان ده ابدا مش مجالي ومش بحاول اعمل الموضوع ده انا عايز الناس تفكر بتفكير يعني انا حلقات الـ عملت انا بدات محاضرات عن المنهج المنطقي والمغالطات المنطقية الطريقة العلمية في التفكير الطريقة الصحيحة في التفكير تجنب الانحياز المعرفي والانحياز الشخصي اللي هو بيخلي بيوقع الانسان في المزائق ده بس اللي بحاول اشجعه يوصل بقى الانسان بعد ما يعضد بهذه الادوات لترك الأديان للرجوع للأديان بشكل أقوى دي بقى حرية شخصية كاملة فأنا لا أدعو الناس لترك الأديان أنا أدعو الناس إلى التفكير المنطقي السليم وتنحي
الخفايا الانحيازات المعرفية أو الشخصية التي لا نعي لها. ودايما قلتك حكيت إن اللاوعي دايما محرك أساسي، ودايما تكمن الانحيازات الشخصية في اللاوعي، فأنت لا تعرف أنت بتتجه وبتميل لشيء بسبب غرض في نفس يعقوب زي ما بيقول. فكل هذه الأشياء أنت بحاول أعليها بحيث بقى الإنسان الفرد يستخدم هذه الأدوات بالشكل المناسب له، يترك الدين بقى يرجع للدين هو حر. أنت بس بتهز الثوابت شوية كده وتلعب له في ثوابته. الدكتور شريف يونس صديق عزيز، شايف السؤال بتاعه على الشاشة ولا أراه لك؟ صعب جدا دفاع عقلاني عن أي دين، ومع ذلك الاعتقاد في القوى القاهرة أو التدين ظاهرة منتشرة جدا، وأكيد لها أسباب في التكوين الإنساني. ما هو تصورك؟ بمعنى أن طالما في حاجة داخلية داخل الإنسان على مدى التاريخ في التصور الديني لما وراء الطبيعة، فبالتالي ده معناه وجود هذا الشيء. أعتقد ده اللي أنا فهمته. نعم. أنا اتكلمت عنها في حلقة يعني خاصة، واتكلمت عن الموضوع ده ليه علاقة بالإيفولوشن وبالتطور. إحنا أحفاد اللي هم سمعوا لما سمعوا شكشكة في الأشجار قالوا أن يبدو أن وراء الأشجار وحش كاسر عايز يأكلني. إحنا أولاد هدول يعني أخذوا موقف يعني متحفز أو جبان شوية، ومش أولاد الناس اللي قال لك يا عم تعالى نكتشف إيه اللي ورا صوت الشجرة، أنا عايز أتأكد بعيني. حتى لو ما كانش حاجة ورا الشجرة وكان وراها ريح، عملية ريسك أناليسس بسيطة جدا. احنا نتكلم عن ناس في الفضاء، يعني مش الفضاء الخارجي، الفضاء يعني الأرض مفتوحة، والإنسان ما كانش له قوة كبيرة جدا، ما عندناش أظافر أو أسنان بقوة الوحوش اللي كانت موجودة حوالينا، هي مجرد قوانا كانت في التكتلات البشرية أو بعض الأدوات. إذن احتمال أن أنت لما تسمع صوت تجري هو أحسن بكثير من أن أنت يكون أن أنت غلطان حتى لو بنسبة 0.5% فتؤكل. فده بيسموها إيه؟ بيسموها الأجنسي ديتكشن، أن أنت دايما تلاقي وراء أي صوت أو أي حاجة شيء عنده إرادة عاوز شيء منك. فده بيسموه الأجنسي ديتكشن. أحفاد الجبناء أنت عايز تقول كده. إحنا وعلى ولا وما فيش عيب في الموضوع ده جدا. ده 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 ممكن هرب ونجو يعني. فده غير ان انت بتشوف وحش بتهرب مش انك تواجهه، لان في النهايه طبعا انت هتنهزم. بالظبط. فالموضوع تتطور عندنا واصبح مرتبط جدا في الجينات، فاحنا هذه الجينات تورث، انت عارف احنا، فلو احنا احفاد الناس دول فعلا، فهذا الجين اللي هو دايما لما بيسمع صوت او بيشوف اي شيء، تعرف احنا عندنا كمان حاجه اسمها فيس ديتكشن في 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 المخ عندنا، يعني حكايه يسوع المسيح على قطعه التوست، وماري على مش عارف ايه، على ومحمد لا اله الا الله محمد رسول الله على البطيخ والبيض، كل هذا ديتكشن، ان احنا بنرى باترن في اشياء هي مجرد خزعبلات، فانت دايما تشوف وجه او تشوف كلمه، فهو دي كل دي رواسب هذا الجين اللي هو دايما بيشوف ان دايما كل الاشياء وراها حاجه. طيب خلينا أسألك ده هاني، وبرضو ده يعود على فكرة الدين ويعود برضو على فكرة حرية الإرادة، ما الضرر في هذا الاعتقاد حتى لو كان واحد؟ أليس نافعا؟ بص، سام هاريس تكلم في الموضوع ده، قال لك فاكر حكاية الكهف اللي وقع على اتنين، واحد غير متدين، الغير متدين، واحد تاني متدين في نفس الكهف، الغير متدين بيفكر بطريقة منطقية وعمال يحفر ومش عارف ايه، فاستنشق كثير من الاكسجين وابتدى الاكسجين يقل عنده. ان الشخص المتدين راح على كورنر وسلم نفسه الى ارادة هذا الاله وابتدى يتعبد،
فينخفض عنده دقات القلب فياخد الاكسجين اقل، فيجي الفاير بريجيدز بعد حوالي 6 ساعات فنفق هذا الشخص اللا متدين. خليك حريص، انت عايش في استراليا بقالك مده فنسيت العربي. نفقه تطلق على الحيوانات فتقول ما اه والله الحيوانات بس طب ما انا عايز اصلح لك نقطه تانية. نحن حيوانات يا عين. لا فعلا في البيولوجي احنا ما هو في الكلاسيفيكيشن بتاع البيولوجي اللي هو الكينجدم انيماليا احنا عليه، احنا فيه بس لغويا على الانسان. انا اتكلم علمي. احنا مهم فيبدو ان الشخص اللي يعني في بعض الاحيان يبدو ان الاعتقاد في شيء اكبر منك هو شيء نافع وممكن يساعدك، بس احنا بنتكلم عن التروث كليم. انت ممكن اعتقادك في شيء وهمي يشعرك بالسعادة، يعني الأطفال عند اعتقادهم بسانتا كلوز مثلا أنه موجود وحينزل من المدخنة والشيمني شيء جميل وسعيد. والأطفال وأنا لسه كنت أتفرج على بولر إكسبرس بتاع توم هانكس، أنا فيلم بيعجبني يعني بشعر بالسعادة وبقول كده شوية بس حلو. بيعجبني في يعني إن أنت مش عايز، ما هو المشكلة إيه، إحنا مش عاوزين نبقى جامدين جدا لدرجة إن الخيال بقى يروح مننا، بس نعرف ان الموضوع ده خيال، بس عايزين نتخيل ما فيش غضاضة في الموضوع ده، ازاي نكون علميين ومنطقيين وفي نفس الوقت نستطيع ان نبدع ادبيا ونتخيل ونشعر ونسمع اغاني ونتفرج على افلام ونشعر بلذة الفن. فدي المعضلة، انما احنا في الاخر بنتكلم على التروث كليم. اذا اكبر سؤال في هذا الكون، هل هذا الكون مدبر وهل نحن لنا مصير معين وهل هناك خالق؟ ده سؤال كبير جدا ومحترم، وما ينفعش نضحك على الناس اللي هم بيؤمنوا وما بيؤمنوش. ده جدال لازم يستمر لسه هيستمر لقدام، لان عمالين بنكتشف. لو تلاحظ هذا الاله اللي هو بتاع الفجوات كان بيرد على اسئلة كثيرة جدا في الماضي، كل الاسئله دي العلم عمال يجاوب عليها، والمساحه بتاعت الاله عماله بتنضحل بتصغر بتصغر بتصغر. هل هيجي فتره من الزمان نكتشف فعلا هذا الاله، او هل هذه الفجوه الصغيره الذي يقطنها هذا الاله سوف تضمحل الى ان تكون اصغر واصغر واصغر ويجي لنا عالم التدين فيها يكون اقل بكثير؟ انا ما اعرفش الحقيقه، بس اعتقد ان هو سؤال جيد ولازم الناس تطرحه وتطرحه بجدية ان يكون خالص واحد انسان خالص النية وفعلا يدور على الحقيقة بصرف النظر عن القناعات المسبقة. يعني ده جميل، لان كل حاجة لها تبعاتها، والافراط في التدين زيه زي الافراط في التخلي عن كل المبادئ له أثار سلبية جدا، بالذات في مجتمعاتنا، لأن احنا مش بس متدينين، احنا قدريين كمان. يعني احنا مش متدينين بحيث ان ربنا خلقنا وسيبنا ووسع يا عبد ونسع معاك، لا، ده كل حاجة بإيده. ولو مش مقدرك انت بتاكل مش عشان تعيش، هو انت ممكن تاكل وتموت لو ربنا عايزك تموت، وهو اللي مقدر لك الأكل نفسه والرزق نفسه والحياة كلها وعمرك معاه. فكده شيء محبط بالنسبة، يعني مش بالضروره محبط، بس على الاقل مش محفز على العمل ولا النمو ولا التحضر ولا اي حاجه. وده مش ممكن حاجه ممكن نغفلها. مش عارف، في اسئله تاني للاستاذ هاني في خضم هذا الحديث الساخن. هاني، انا استمتعت جدا بالحوار الحقيقه، اكتر مما توقعت، لان الموضوع ما كنتش عارف ان في ناس مهتمين بالموضوع للدرجه دي. الاستاذ شريف يونس بيقول: الخوف من الحيوان او من اي شيء مجهول يختلف مع ذلك عن الايمان بقوه خيره مثل الالهه. هسيبك تعلق على دوت. يعني الخوف من النار والحيوان واي خطر يختلف عن الرهبه من الالهه. لو كان هذا الكلام صحيح يا استاذ شريف لكانت الاديان الابراهيميه، كل الاديان الابراهيميه ما عدا على فكره اليهوديه لا تقول بان هناك يعني حياه بعد الموت او في نار او كده، الا في بعض الكتابات التلموديه اللاحقه، بس
الديانة اليهودية لا تقول بهذا الشيء. المسيحية والإسلام بتتكلم عن هذا الإله يحبك كثيرا، وإن لم تحبه بالمثل فهو يحضر لك ما هو يعني سوف يشيب الكتكوت. هاني استمتعت جدا بلقائك النهارده ومشاركه الاصدقاء، وانا عارف ان صحتك بدري او سخرتك جدا، والى لقاء قريب، واستمتعت جدا باللقاء. متشكر جدا يعني، متشكر جدا لك ولكم مشاهدينك. ألف شكر. نختم وننزل البانر الجميل، وليلة سعيدة عليكم كلكم.